يا مساء الخير، مساء الأمطار والأجواء الجميلة الممتعة، مساء يوم جديد وبداية أسبوع جديدة في برنامج عسيف، ومساء الخير مايسترو طارق، مساء الخير أسرار. مساء الخير دكتور، مسيكم بالخير. مثل ما قلت يعني بداية الأجواء الجميلة مع صحيح. هذا المطر. يقول لك الحين بلش فصل إذا طق المطر، هذا معروف. خلاص أتوقع كسرة الصيف. أي لا، ما صدت القطة، ما صدت القطة دكتور. الحين هو دائما مع المطر، أول ما مطر خفيفة على طول، يعني دائما تسمع أبو خالد إذا طق المطر لازم هذا الموضوع. أبو خالد أكيد إذا طق المطر. أي إذا طق. فهذه الأجواء الجميلة أكيد اليوم راح نسحبكم من خلالها في الساعة ونص مع ضيوفنا لليوم ان شاء الله. طبعا في يمكن فيديو تناقله وسائل التواصل الاجتماعي صراحه خرعنا صحيح. وطيح قلوبنا ببطوننا. صحيح. المواطن الكويتي اللي كان يتمشى بحديقه بيتهم ومره واحده شفت الارض. صحيح. ما في واحد ما اختض يعني عليه. نشوف صحيح. الفيديو اسراره صراحه موقف لا يحسد عليه. صحيح، وخصوصا انه هو يعني في بيتهم، مو تقول مثلا في مكان. شوف شلون. اي ترى في ناس حتى قالوا انه فوتوشوب ومو صدق من كثر ما هو يعني الطيحه غريبه يعني. صحيح. فاحنا اليوم ويانا اتصال هاتفي. أكيد. مع منو؟ مع صاحب الطيحه. صاحب الطيحه. صاحب الطيحه. احنا بناخذ يعني تفاصيل هذا الخبر احنا شفناه، وهذا الفيديو اللي صار في حديقه بيتهم. مسيك بالخير استاذ ناصر النمران. مساك الله بالخير. هلا اختي، هلا مرحبا. مساء الخير، وخطاك السوء مثل ما يقولون، ما تشوف شر ان شاء الله. الشر ما يجيكم ان شاء الله. ما شنو ابعاد هذا الفيديو اللي احنا شفناه منتشر؟ والله اللي يقول اخذ صدى كبير حيل، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي كلها. هو شو اللي صار بالضبط؟ احنا شفنا فيديو وما عرفنا شنو الموضوع وشنو القصه. لا، هذه اخوي، هذه حديقه ورا البيت. حلو. وتكرم قبل اكثر من 15 سنه تقريبا. الوالد الله يطول عمره حط فيها تكرمون حمام. حلو. وغرفه. حلو. للصبي. اها. اي بعد تذكرون ب 2008 و2009 الازالات قالوا ممنوع شيلوا كل شيء. صحيح. خارج سوار البيت، فشال هالوالد شال. ايه؟ الغرفه وشال تكرمون الحمام معاها. ممتاز. بس هذه الحفره مالت الحمام. اي ما يعني بس ما تم ردمها بشكل لا جيد. لا لا اي ما ردمها الله يطول عمره بشكل صحيح. نعم. ونسيناها الحقيقه، والله اكثر من 15 سنه، من زمان والله، قديمه. نعم. فقلت بهذاك اليوم قلت يعني بحاول انظفها عشان العيال بهالاجواء الشتويه الحلوه. صحيح. سبحان الله، والله وقفت عليه يعني شيء وداني لها وسرحت. سبحان وقفت الله. يعني سبحان ما ادري شلون وقفت. هي غريبة يعني صراحة. اي والله حتى الوقفة الحين بتذكر انا شنو كنت افكر فيه، شنو سرحت، والله ما ادري. زين بشرنا شلون حالتك الحين؟ لا الحمد لله والله ما في اصابات. لا لا لا، بس يعني كدمات خفيفة خفيفة يعني. نعم. ودوني المستشفى الفروانية، الحقيقة ما قصروا، قالوا ما يطلع، لازم نشيك عليه كامل. لازم اشعات وتحاليل، الحقيقة. أكيد. يعني ما قصروا معاي. صحيح. استاذ ناصر شلون طلعوك من الحفرة؟ فريق الانقاذ وطيرة؟ لا 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 لا، انا كان تلفوني معاي ودقيت على زوجي ودقيت على اخواني. اي تلفونك كان معاك يوم طحت؟ اي كان معي. إيه كنت ناطر. اي ناطر. دقيت على طول. اي دقيت لما طحت، والله بيني وبينك والله طحت يعني خفت اني ما ادري وين في الدنيا، ايش صارت فيني، ما ادري وين رحت. والله بيني وبينك احنا اختضت بطوننا والله يوم شفناه بالفيديوهات. ما تقصرون والله العظيم، الكل اخترع صراحه. صحيح. وفي ناس قالوا هذا مو بالكويت، تطمنا شوي. قلنا زين مو بالكويت بس. ايه هذا صحيح، قالوا لابس دشداشه يعني. اي اي واللي قالوا صدق، انا اللي اعرفه انه يعني فريق المطافي قالوا ان هذا مو بالكويت اساسا. صح. او انه فوتوشوب وغيره. شو تعليقك انت عقب؟ انا والله الحقيقه انا شوفي، انا تراسلت مع الاخوان بالاداره العامه للاطفاء. نعم. بالانستغرام دايركت. نعم. قلت يا جماعه انا صاحب العلاقه، انتوا نفيتوا، قلتوا هذا برا الكويت وفوتوشوب. نعم. على اي اساس قلتوا هالشيء؟ انا صاحب الحفره. اي قلت وين صاحب الحفره؟ وهذه بياناتي. اي والله. زين، وتقدرون حتى تطرشون اي مركز اطفاء يعينون المكان، وعندي صور يعني بعد ما يعني نظفناها وعدلناها وردمناها. ايه الحمد لله. اي كل شيء موثق. يقولون عقب الطيحه مسوي لك خوش عشاء. اي ولد عمي مبارك الله يطول عمره، وابوي الله يطول عمره. اي والله ابوي وقياني كلهم نافعة. صحيح. اي والله الحمد لله. يلا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وبهذا يمكن بهذا اللقاء احنا طمنا اهل الكويت انه ترى اخونا ناصر بخير وبصحه ان شاء الله، وعسى الله يحفظك ويحفظ الكل ان شاء الله. الحمد لله.
يعني صدق الواحد لما عقب ما شاف هذا الفيديو الحين يحط باله حتى على بيته اذا كان في حفر غيره في الحدائق، ممكن هو ناسيها من بعد سنين، ما تدري بعد هذه السنين اذا صار فيها حلي ولا غيره، ممكن هو سبحان الله هذه يمكن اسرار الطيحات تصير. انا اعرف واحد اليوم طايح من فوق السلم، انا اعرفه واقف يمي بعد بس اشوى انه ما صار فيه شيء. لا صدق هذه الطيحات الله يحفظ الواحد فيها صراحه. الحمد لله. طيب احنا دائما في كل احد شنو يكون عندنا التقرير بالضبط، ميكينج اوف، ونشوف شنو كواليس الحلقات الاسبوع اللي طاف مع بعض، خلينا نشوفها. بصراحة هذه تفاصيل تكون يعني كواليس لحلقاتنا، لكن صح. خلونا نشوف مع بعض من ضيوف حلقتنا لليوم خلال هذا التقرير. خلينا نشوف. في حلقة الليلة من برنامج السيف بتشوفون الشيخ حياة بن عبد العزيز آل خليفة، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسة لجنة رياضة المرأة البحرينية، وحوار حول رياضة المرأة في الخليج. البلوجر السعودية ألين سليمان بتكون في فقرة في الصميم مع الزميل محمد خليفة. الفنان مشاري البلام وحوار حول مشواره الفني وأحدث مشاريعه الفنية. إذن أول ضيوفنا شيخ حياة الخليفة بتكلم عن الرياضة النسائية بالتحديد في البحرين أو أيضا حتى في الخليج، يعني اليوم إحنا قاعد نعيش طفرة صحيح. في هذا المجال أكيد ونفخر في هذا الشيء، فخلونا ننتظر ضيفتنا من بعد هذا الفاصل.